مركز الثاني عشر بسبع نقاط من انتصارين تعادل وسبع خسائر. أما الجزيرة فهو في المركز الخامس ب 18 نقطة، خمس انتصارات ثلاث تعادلات وخسارتين. انطلاقة المباراة والمباراة التي يديرها الدولي الإماراتي محمد عبد الكريم، المساعد الأول صالح المرزوقي والمساعد الثاني خميس ثاني والحكم الرابع أحمد سالم خلفان، بينما مقيم الحكام هو الحكم الدولي السابق علي محمد سرور، ويراقب هذه المباراة الحكم الدولي السابق أيضا السيد ناصر الحمادي. نتمنى التوفيق للطاقم التحكيمي الذي يدير هذه المواجهة. الشعب بتشكيلة مكونة من حسين حربي في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد عيسى، كاظم علي، يعقوب حسن، عبد الله صالح، في الوسط صلاة عباس، حسن معتوق، فهد رشود، رودريجو سيلفا، وفي الأمام رودريجو كاريكا مع ميشيل لايرن، والمدرب هو البرازيلي سيرجيو. أما المدرب الآخر فهو البرازيلي أيضا لكن بوناميجو، وبوناميجو يلعب اليوم بتشكيلة مكونة من علي خصيب في حراسة المرمى، في الدفاع خالد سبيل، جمع عبد الله، علي العامري، عبد الله موسى، وفي الارتكاز خميس اسماعيل، والكوري هيونغ مين تشين، وديلغادو، ودياكيف في وسط الملعب أيضا، في الأمام ريكاردو أوليفيرا وعلي مبخوت في خطأ لمصلحة الشعب. ضربة حرة مباشرة الآن للشعب، مباراة في غاية الأهمية. نعم كرة الآن وترسل أمامية، تسديدة وتصويبة، تعود الكرة شعبوية للكوموندوز الذي يحاول عمل إنزال مع انطلاقة المباراة، لكن الكرة الماضية تبعد، تحولت لمصلحة يونغ مين تشين اللي يرسلها أمامية. كرة بتلعب الآن للجزيرة، محاولة الآن للجزيرة، مباراة مفتوحة في بدايتها. أوليفيرا، إنه أوليفيرا، ريكاردو أوليفيرا هو صاحب المحاولة الماضية وهو هداف الجزيرة حتى الآن بستة أهداف، هدفين في مرمى عدمان، وهدف في مرمى دبل فجيرة، هدف في مرمى العين، وهدف في مرمى النصر في ركنية قادمة الآن لمصلحة الجزيرة. على يمين المرمى الشعباوي التعادل السلبي مع انطلاقة المباراة. هنا ديلغادو الأرجنتيني لديه هدفين، هدف في مرمى الآلي وهدف في مرمى دبل فجيرة. كرة محاولة جزراوية، تحولت الكرة وراحت ضربة مرمى لمصلحة الشعب، ضربة مرمى لمصلحة الشعب. اليوم مواجهة مهمة جدا ما بين الشعب والجزيرة والبحث عن الذات، وهي مواجهة برازيلية في خارج الخطوط، وهي مباراة الابتعاد عن منطقة الخطر بالنسبة للشعب. نعم لأن الشعب والكوماندوز يتفوق فقط على فريقين هما دبل فجيرة أربع نقاط، والاتحاد الأخير بثلاث نقاط وهو الكوماندوز بسبع نقاط في المركز الثاني عشر. يتمنى أن يذهب إلى النقطة العاشرة ليبتعد عن منطقة المؤخرة وعن فريقي المؤخرة وهما دبل فجيرة والاتحاد. أما الجزيرة والفورميلا الجزراوي العنكبوت الذي يحاول نسج خيوطه على ثلاث نقاط المباراة، كذلك يحاول الوصول إلى النقطة رقم 21 وبالتالي القفز إلى المركز الثالث اللي يتواجد فيه النصر حاليا. الصدارة عينوية ب 25 نقطة، والزعيم هو من يتصدر، بنياس السماوي الراقي ثانيا ب 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط، والثالث النصر 21 نقطة، الرابع الآلي 19 نقطة، وهنا الجزيرة يأتي خامسا ب 18 نقطة. كرة بتلعب الآن لعبد الله موسى الجزيرة، إذن أهمية كبيرة جدا لهذه المباراة. سيرجيو البرازيلي مدرب الكوماندوز قال أتطلع إلى تكرار مشهد مباراة الزعيم أمام الفورميلا اليوم. نعم لأن الشعب قدم مباراة كبيرة، يعني بالرغم من الخسارة في المباراة الماضية أمام العين بهدف مقابل هدفين في العين، وبوناميجو الذي أيضا تحدث وقال بأني واثق تماما في قدرات فريقي وتحدث عن أهمية هذه المباراة. بوناميجو البرازيلي الذي أوضح بأن مباراة الشعب تأتي في مرحلة مهمة جدا من مسابقة الدوري، حيث أن الجميع الآن على مشارف نهاية الدور الأول. محاولة خطيرة جدا للفورميلا، محاولة جدا في غاية الخطورة، حسين حربي يتألق، شوف الكرة الماضية، شوف المحاولة الجميلة، المحاولة الرأسية، وحسين حربي يتألق يبعدها إلى ضربة ركنية، محاولة للجزيرة أيضا.
خطورة جزراوية، خطورة جزراوية كانت. وخميس اسماعيل، وهنا محاولة الآن من يونغ يرسل كرة عرضية، تحولت الكرة إلى خارج الملعب، هي ضربة مرمى لمصلحة الشعب، والكرة كانت أيضا من ديلغادو. ديلغادو وضربة مرمى لمصلحة الشعب، ضربة مرمى للشعب. حسين حربي، وهذا هو علي العمري المدافع الذي ذهب من الجزيرة وإلى النصر ليتألق موسما أيضا مع النصر مع العميد في الموسم الماضي، لكن الجزراوية استعادوه من جديد بعد التألق الكبير لعلي سالم العمري مع العميد النصراوي. وعلي سالم العمري له هدف في مرمى الاتحاد في الأسبوع التاسع. إذن نتحدث عن الأقوال، وفي الصحف قبل هذه المباراة سيرجيو الذي قال بأن الكوماندوز يتطلع إلى تكرار مشهد مباراة الزعيم أمام الفورميلا، وأكد بأن فريقه أصبح قويا، وقال بأني واثق في قدرة فريقي على تقديم مباراة كبيرة والانتصار. كذلك بوناميجو الذي قال بأني واثق في قدرة فريقي على العودة القوية إلى المنافسة وتقديم مباراة كبيرة وتحقيق انتصار مهم جدا. هكذا كان الحديث بالنسبة للمدربين. كرة الآن للأمام، وبالنسبة للغيابات يغيب عن الشعب محمد بوصفارد لنيله الانذار الثالث في المباراة السابقة أمام العين، فيما عدا ذلك صفوف الكوماندوز مكتملة تماما. واليوم يعني أيضا إبراهيم خليل يعود وخالد صقر يعود بعد شفائهما من الإصابة. وبينما في الجزيرة ومن فريق الجزيرة، والجزيرة لن يعاني من أي غيابات بعد تعافي أيضا سالم مسعود وعودته من الإصابة وعودة اللاعبين الموقوفين، وقائمة الاختيار واسعة أمام المدرب بوناميجو. نعم، في ظل اجتهاد الجميع، وشاهدنا السيد محمد العنزي الكابتن محمد العنزي الهداف الرائع الذي كان مع الجزيرة ومع الوحدة ولقب هداف الدوري مع الوحدة، وتألق أيضا في فتراته الأخيرة مع الوصل تبعد الكرة الماضية، وهو الذي لقب بمستر هاتريك هنا في الدوري الإماراتي، بمستر هاتريك. هنا بوناميجو يتمنى بأن تكون الانتصارات هاتريك وانتصارات قادمة يتمناها بوناميجو حقيقة من خلال هذه الجولة والجولات القادمة. ويعني الجميع يتفق بالنسبة للمدربين والجميع هنا في الشعب والجزيرة بأنه لا مجال أبدا لإهدار النقاط والانتصارات، خاصة هنا في ملعبك. والحديث كذلك بالنسبة للشعباوية، فهم يعني اليوم يتمنون تحقيق الانتصار الثالث. الشعب الذي انتصر مرتين فقط على الاتحاد 4-0 في الجولة الأولى في مدينة كلباء، وعلى دبل فجيرة هنا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، أو كانت المباراة في ملعب الشارجة عندما كانت الضيافة الشعباوية في ملعب الشارجة بعد أو قبل اكتمال استاذ خالد بن محمد هذا الملعب، هو معقل الكوماندوز الذي يعود لاحتضان مباريات الشعب من جديد. كرة إلى خارج الملعب الآن، رمية تماس. التعادل السلبي مشاهدين الكرام حتى الآن ما بين الفريقين، والتعادل لن يكون مرغوبا في هذه المواجهة. هنا حسن معتوق، الشعباوية يطالبونك بالكثير يا حسن، وهنا يونغ مين تشين، وهنا رمية تماس عبد الله صالح. حسن معتوق اللبناني الذي تألق مع عجمان وبقميص البرتقالي في الموسم الماضي، ورحل بعد ذلك إلى الإمارات في محطة قصيرة جدا ليتواجد أيضا من جديد في الدوري الإماراتي في دوري المحترفين عندما انتقل من الإمارات إلى الشعب. حسن معتوق الدولي اللبناني لديه هدف حتى الآن، وهو الهدف الوحيد الذي سجله من ركل الجزاء في مرمى الظفرة في الأسبوع التاسع. علي خصيب في مرمى الحارس المميز. كرة الآن محاولة لحسن معتوق، تبعد الكرة الماضية من أمام حسن معتوق، والكرة إلى خارج الملعب. هنا ضربة ركنية قادمة، ركنية لمصلحة الشعب، الجمهور حاضر، الأجواء جميلة بعد أجواء فرحة عيد الاتحاد واليوم الوطني 41، وبعد تلك الأجواء الجميلة نعود لاستئناف مسابقة دوري المحترفين. نعم، كرة الآن من رودريغو سيلفا، تبعد الكرة الماضية، تحولت لإبراهيم أدياكي. 41 مواجهة جمعت ما بين الفريقين على مستوى دوري المحترفين،
وست انتصارات فقط للشعب، 20 انتصار للجزيرة، 15 تعادل تحقق ما بينهما في المواجهات الماضية، وللجزيرة 66 هدف في مرمى الشعب، للشعب 40 هدف في مرمى الجزيرة. إذن الإحصائيات الماضية في تاريخ مواجهات الفريقين هي تميل وتذهب لمصلحة الجزيرة الذي انتصر 20 مرة مقابل 6 انتصارات للشعب، ولكن هنا الانتصار راح يكون مؤثر للغاية، انتصار يطلبه المدربين، يطلبه الجمهور، اللاعبين. كرة الآن الأمام، محاولة قادمة، وكرة الآن تحولت لمصلحة فريق نادي الجزيرة بعد تسلل ميشيل لايرن. 6 أهداف لهذا الفرنسي الذي أبدع وتألق حقيقة حتى الآن مع الشعب. 6 أهداف، هدف في مرمى دبي، وهدفين في مرمى بنياس، هدف في مرمى الوحدة، وهدف في مرمى النصر، هدف في مرمى الأهلي، وهدف في مرمى عجمان. 6 أهداف لميشيل لايرن، والهداف الشعباوي الآخر هو رودريجو كاريكا ب6 أهداف كذلك، لكن يبقى الهداف الأول حتى الآن ومن يتربع على قائمة الهدافين هنا البرازيلي بوناميغو الذي قال بأن فريقه استعاد الكثير من توازنه، وقال بأن فريقي أصبح قويا وبإمكاننا المنافسة والتقدم إلى الأمام. كان ذلك حديث المدرب البرازيلي السيد بوناميغو الذي كان قد تألق مع الشباب. مدربا كرة الآن بتلعب للجزيرة، خالد سبيل ريكاردو أوليفيرا بيعدي والحل لدى أوليفيرا. ريكاردو أوليفيرا لديه الحل هذا اللاعب دائما وأبدا. شوف عدى وأخذ 3 لاعبين ولعبها قوية، ولكن الكرة من المدافع الشعباوي إلى خارج الملعب. الآن ركنية قادمة بعد كرة البرازيلي ريكاردو أوليفيرا، ويتقدم لتنفيذ الآن الأرجنتيني ديلغادو. كرة ومتابعة لحسين حربي حارس مرمى الشعب اللي يتابع الكرة الماضية. حسين حربي بيتابع الكرة الماضية. حسين، كرة الآن لحسين حربي. آخر اللقاءات ما بينهما كانت في موسم 2008-2009 في دور المحترفين، لقاء الدور الأول. الجزيرة فاز هناك في العاصمة أبو ظبي في استاد محمد بن زايد بهدف مقابل الشيء حمل توقيع إبراهيم الدياكي في لقاء الدور الثاني الذي يقيم هنا في ملعب وفي استاد خالد بن محمد بنادي الشعب. التعادل السلبي، وفي نفس الموسم أيضا 2008-2009 لقاءين آخرين، لكن في بطولة أخرى، في بطولة كأس اتصالات المحترفين، الجزيرة فاز في لقاء الدور الأول 5-0، والشعب فاز هنا بهدفين مقابل هدف. وفي عام 2009 كانت المواجهة الأخيرة ما بينهما حتى الآن قبل هذه المواجهة، وكانت في بطولة أخرى غالية علينا جميعا تحمل الاسم الغالي، اسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. نعم، في دور 16 فاز الجزيرة ب3 أهداف مقابل لا شيء، وأنهى مغامرة الكوماندوز آنذاك عن طريق أوليفيرا من ركلة جزاء. علي مبخوت ودياكي كرة، إذا ريكاردو أوليفيرا هو من سجل في المباراة الأخيرة. أيضا كرة في تسلل على الأرجنتيني ديلغادو، تسلل على ديلغادو. وبالتالي يعني شوف التسلل الماضي على ديلغادو، يعني أوليفيرا وعلي مبخوت ودياكي يتواجدون في هذه المباراة وهم من سجلوا في المباراة الأخيرة أمام الشعب في عام 2009 في دور 16 في مسابقة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، المباراة التي أقيمت في استاد خليفة بن زايد بنادي العين. كرة الآن، محاولة للأمام لريكاردو أوليفيرا، نشاط جزراوي، تبعد الكرة، تعاد من كاظم علي، كاظم صاحب الخبرة الكبيرة، يرسل الآن لحسن معتوق، حسن بيلعبها أمامي لرودريجو كاريكا، كاريكا يتقدم، محاولة للكوماندوز، كاريكا يرسل كرة أمامية، كرة بتلعب الآن لصلاح، والكرة الآن لفهد في الجهة اليمنى. ترسل كرة عرضية متابعة لكن ابعاد من جمعة عبد الله. الشعب يحاول الان التقدم باتجاه مرمى الجزيرة، تعود الكرة لابراهيم الدياكي. ريكاردو اوليفيرا لخميس اسماعيل لاعب الارتكاز الجميل هيونغ مين تشين الكوري، والتجارب الجزراوية مع اللاعبين الكوريين هي تجارب كثيرة في الاونة الاخيرة. ايضا كرة بتلعب
في الجهة اليسرى، تقدم ومحاولة، كرة بتلعب الآن محاولة لمصلحة الجزيرة، ومحاولة من الجهة اليسرى، كرة جزراوية لكن الكرة لا تزال موجودة، خطيرة خطيرة للجزيرة، خطرة من دلقادو، من دلقادو، من دلقادو، الكرة الماضية محاولة لكن حارس المرمى حسين حربي يسيطر على كرة الأرجنتيني ماتياس دلقادو. اليوم انطلاقة الأسبوع 11 في هذا اليوم 5 ديسمبر هذه المباراة، وفي نفس التوقيت المباراة الأخرى، يعني انطلقت بعد هذه المباراة ب5 دقائق فقط الوحدة مع الظفرة، والوحدة الآن يتقدم على الظفرة بهدف عن طريق السنغالي بابا ويغو. إذا الوحدة هدف، الظفرة لا شيء. المباراة مقامة في استاد الميام بنادي الوحدة، ومباراة مباراتي السارة في هذا اليوم النصر مع عجمان في تمام الساعة 8، وفي نفس التوقيت يبرز فريقي بنياس والعين في مباراة مرتقبة حقيقة ما بين السماوي والزعيم البنفسج العيناوي. نعم، في تمام الساعة 8 ما بين العين المتصدر ب25 نقطة يحل ضيفا على بنياس الثاني ب22 نقطة. مباراة في غاية الأهمية، مباراة مرتقبة، غدا استكمال مباريات هذه الجولة 11 ب3 مباريات، الاتحاد مع الشباب في المباراة الأولى في تمام الساعة 4:40، الساعة 5:15 الأهلي يستضيف دبل بجيرة، وفي تمام الساعة 8 دبي يستضيف الوصل. هذا هو الأسبوع 11، وهل نشاهد تغييرات في المراكز وفي المراكز الموسيقية الكروية؟ نعم، لكن يعني اليوم مباريات مهمة جدا، هذه المباراة الشعب من خلالها يتمنى ويحاول الابتعاد عن المركز 12 وأن يميل ويتجه ويقترب من المنطقة الدافئة وأن يتقدم مركزين إلى الأمام، الشعب السابع 12 ب7 نقاط، والجزيرة الذي يحاول الاقتراب أيضا من مراكز المنافسة ومن المراكز الخمسة الأربعة الأولى، ويتمنى أن يذهب إلى المركز الثالث الذي يتواجد فيه النصر. نصر ب21 نقطة يلعب مساء الساعة 8 يستضيف عجمان، مباراة مهمة للغاية بالنسبة للفريقين. كرة الآن محاولة لحسن معتوق بيلعبها للأمام، محاولة لرودريجو كاريكا. اليوم الجمهور يطالب الفريقين حقيقة بالانتصار ولا غيره ولا سواه، نعم، من أجل التقدم إلى الأمام بالنسبة للشعب الذي يحاول ويتمنى التقدم من منطقة الخطر، والجزيرة الذي يحاول الزحف باتجاه الصدارة والمنافسة على اللقب. كرة بتلعب من صلاح عباس، مقطوعة الكرة لإبراهيم الجاكي، الجزيرة التعادل السلبي، ترسل كرة أمامية، كرة لريكاردو أوليفيرا، ريكاردو أوليفيرا، أوليفيرا، أوليفيرا اللعيب، أوليفيرا الخطير بعدي، يا سلام، بيلعبها جميلة ريكاردو أوليفيرا، إذا ما سجل راح يلعب لك كرة جميلة. نعم، إنه ريكاردو أوليفيرا لعبها على رأس علي مبخوت. علي يتذكر في عام 2009 لما سجل في مرمى الشعب في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كانت المباراة بعد هبوط الشعب وتواجده في دوري الدرجة الأولى. نعم، فاز الجزيرة ب3 أهداف مقابل لا شيء في استاد خليفة بن زايد في العين وبنادي العين. كرة الآن حسين حربي، علي مبخوت هو صاحب المحاولة الماضية، كرة من عبد الله موسى، التعادل السلبي، والجمهور ينتظر هدف. حقيقة أجواء جميلة جدا، جمهور حلو حاضر، جمهور جميل يتواجد، يعني جمهور الشعب الذي يتمنى عودة فريقه إلى الانتصارات، هو بانتصارين فقط، آخر انتصار كان في الأسبوع 3 فقط على دبل فجيرة في ملعب الشارجة ب5 أهداف مقابل 3، وقبل ذلك في الأسبوع الأول في ملعب الاتحاد في مدينة كلبة فاز ب4 أهداف مقابل 2، انتصارين يعني هذا العدد لا يكفي أبدا، هكذا يقول جمهور الكوماندوز، بالرغم من أن جمهور الكوماندوز حقيقة راضي عن أداء الفريق، لكن الأداء يجب أن يكون مقرون أيضا بالانتصارات ومصاحبا له انتصارات أيضا. كرة بتلعب للشعب، ملعوبة الكرة أمامية، السلام جميلة لكن الكرة إلى خارج الملعب، رمية التماس إلى خارج الملعب، رمية التماس. بوناميغو هو الآخر الذي كان تحت ضغوط كبيرة جدا، الله يعين المدربين، تحت جبال من الضغوط، نعم هم المدربون، وبوناميغو
هنا ميجو الذي لم تكن بدايته موفقة، بالعكس كانت البداية متعثرة، ولكن يعني عاد التوازن من جديد إلى العنكبوت، وهنا محاولة خطرة من حسن معتوق. حسن معتوق اللبناني هو صاحب المحاولة الماضية، كرة من حسن معتوق بشيلة عالي الصيف، الحارس المبدع حقيقة مع الجزيرة ومع منتخبنا الوطني، إنه الحارس رقم واحد الآن في حراسة المرمى. نعم هنا في الدوري الكرة الآن تلعب كرة عرضية ومحاولة إلى خارج الملعب، هنا رمية تماس، رمية تماس، رمية تماس، خميس إسماعيل في رمية تماس لمصلحة الجزيرة، رمية تماس والتنفيذ خالد سبيل، جديد خالد سبيل، شايف كرة حسن معتول، شايف السيطرة بعد ذلك من علي صيف، كرة بتلعب أمامية تبعد الكرة الماضية، جمعة عبد الله ومتابعة من الفرنسي ميشيل لايرنت، مهاجم صاحب خبرة، ميشيل لايرنت صاحب خبرة، يرسل كرة أمامية وله 6 أهداف لرودريجو كاريكا، تعود الكرة الآن لميشيل لايرنت، لايرنت ومحاولة قادمة الآن من حسن معتوق، يتحرك بشكل ممتاز، حسن يرسل كرة إلى الجهة اليمنى الآن رودريجو سيلفا البرازيلي يستحوذ على الكرة، رودريجو سيلفا يرسل كرة عرضية سيلفا، تعود الكرة لسيلفا من جديد، هم اثنين رودريجو وهم قادمين من النصر الإماراتي، النصر الكويتي عفوا، رودريجو سيلفا رقم 9 ورودريجو كاريكا رقم 29، وهنا سيرجيو البرازيلي، هذا البرازيلي الذي كان لاعبا في البرازيل في المراحل السنية مع فاسكوني جاما، وهو أيضا كرة محاولة لحسن معتوق، هو من درب دبل حسن، نعم وساهم في الإنجاز الكبير جدا لفريق دبل حسن قبل أعوام عندما صعد إلى دوري الدرجة الأولى آنذاك، الآن تسمى بدوري ودوري المحترفين، طبعا بعد تغيير المسميات بداع الاحتراف، لكن سيرجيو فعلها مع دبل حسن سابقا وتألق مع دبل فجيرة أيضا عندما صعد مع دبل فجيرة من المجموعة الثانية إلى المجموعة الأولى في دوري الدرجة الأولى قبل 3 مواسم، ليأتي دبل فجيرة بعد ذلك ولكن مع مدرب آخر ويصعد ويحقق إنجاز تاريخي بالنسبة له، دبل فجيرة يتواجد في دوري المحترفين في هذا الموسم وهو في المركز قبل الأخير ب4 نقاط، وهو من يتفوق عليه الشعب بفارق أيضا 3 نقاط، كرة بتلعب لحسن معتوق بلما حسن معتوق يحاول الآن يعدي من جمعة عبد الله، يتقدم المهارة حاضرة وكرة خطرة خطرة، وضع على الكوماندوس وعمل الإنزال الأول في المباراة، نعم يتقدم الكوماندوس في هذه اللحظات بعد مجهود رائع وكبير جدا من اللبناني، من اللبناني حسن معتوق من الجهة اليسرى، توغل ممتاز وتهيئة رائعة جدا لرودريجو سيلفا، شوف من جديد، شوف إذا الكوماندوز وأول الأهداف الآن، شوف شوف حسن معتوق وشوف المتابعة بعد ذلك، متابعة رائعة ولا أروع من رودريجو دا سيلفا اللي بيسجل أول أهداف الكوماندوز وبيعمل الإنزال الأول لفرقة الكوماندوز في هذه المواجهة، الشعب الآن يتقدم على الجزيرة بهدف مقابل لا شيء، نعم هنا في معقله هنا في استاد خالد بن محمد بنادي الشعب، اذا هنا الشعب يتقدم بهدف مقابل لا شيء على الجزيرة، في رمية تماس في محاولة جزراوية راح تحلى المباراة، راح تحلى المباراة، وبونا ميجو البرازيلي مدرب الجزيرة قاعد يساند الآن ويطلب المزيد، رودريجو إذن سيلفا وليس كاريكا، نعم رودريجو سيلفا لاعب الوسط وهو الذي لديه 3 أهداف الآن 4 أهداف، كرة محاولة خطيرة للشعب خطرة، الله 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 على هذا المستوى حقيقة، الكوماندوز الذي يتألق في هذه اللحظات يسجل يتقدم، ومحاولة كانت محاولة كانت أيضا جميلة جدا، راحت الكرة إلى خارج الملعب، هي ضربة ركنية قادمة الآن لمصلحة الشعب المتقدم بهدف مقابل لا شيء، اليوم حسن معتوق غير، اليوم حسن معتوق غير، يعني كلام الجمهور حقيقة أيضا له مفعول
السحر ومفعول كبير جدا. الجمهور الذي يطالب هذا النجم حسن معتوق بتقديم افضل ما لديه وبالتألق. نعم وهو لاعب معروف تماما وهو نجم متألق، تألق مع المنتخب اللبناني ويتألق مع المنتخب اللبناني وسبق وان تألق وابدع مع عجمان في خطأ الان، خطأ للجزيرة. اذا الشعب يتقدم بهدف مقابل لا شيء، الهدف بامضاء رودريجو دا سيلفا البرازيلي، رودريجو دا سيلفا الذي وصل رصيده من الاهداف الى 4 اهداف، هدفين في مرمى دبل فجيره، هدف في مرمى الاتحاد، والان هدف في مرمى الجزيره، ليسعد الكوماندوز انصاره ومحبينا من خلال هذه اللحظات. هدف ياتي في الدقيقه 24 لنشاهد فرحه كبيره هنا للشعب. اذا شايف الخطا الماضي لابراهيم ادياكي، بالسلام ان شاء الله ابراهيم ادياكي. ونتمنى السلامه بحول الله للجميع، ولا هو خالد سبيل المصاب، عفوا خالد سبيل بالسلام ان شاء الله يا خالد، ونتمنى السلامه للجميع، لا نتمنى اي اصابات. هذا ميشيل ايرنت الفرنسي الذي تعلق مع دبي ومع الاتحاد وله 6 اهداف حتى الان مع الشعب، هدف في مرمى دبي وهدفين في مرمى بنياس، هدف في مرمى الوحده وهدف في مرمى النصر وفي مرمى الاهلي وهدفا ايضا في مرمى عجمان. كره بتلعب الان لكاظم علي، كاظم يتقدم فيها، كاظم يرسلها للامام، كاظم علي كره بتلعب لكن متابعه ايضا لرودريجو كاريكا في رايه وتسلل على البرازيلي رودريجو كاريكا. هذا هو رودريجو كاريكا، رودريجو كاريكا ابن 29، رودريجو كاريكا الذي تألق في الدوري الكويتي مع النصر، وبداية وفي عام 2009 انتقل إلى الكويت أيضا ليلعب الكويت موسمين، وأتى من الكويت الكويتي إلى النصر الإماراتي في عام 2011، ولكن بعد ذلك عاد إلى الدوري الكويتي ليلعب مع القادسية والنصر، لكن العودة مجددا لرودريجو كاريكا. لرودريجو كاريكا اللي يتواجد الآن وين؟ في دوري المحترفين الإمارات ومع الكوماندوز بعد عودته من جديد، بعد عودة الشعب من جديد. الكوماندوز هذا النادي العريق الذي أنجب النجم الكبير لاعب القرن ونجم القرن عدنان الطلياني. كرة الآن محاولة للأمام لمصلحة الجزيرة في الجهة اليمنى، كرة لإبراهيم دياكي، دياكي لف ودوران، دياكي يبحث عن كرة طولية لكن الكرة عرضية الآن، كرة بتلعب محاولة جزراوية من عبد الله موسى، يرسل كرة أمامية بتعدي من الجميع وكاظم علي، لكن الكرة تصل للحارس حسين حربي، حسين حربي واليوم أداء راح يكون حربي وأداء قتالي في هذه المواجهة حقيقة، لأنها مواجهة مهمة للغاية، مواجهة لا تقبل قسم على اثنين، هي ممكن تقبل ممكن تنتهي بالتعادل، لكن بمنظور الفريقين وتطلعات الفريقين كرة للأمام محاولة، قرار من حكم اللقاء محمد عبد الكريم. إذا شوف الكرة من جديد على مشارف خط 18، هنا راية، هنا صافرة وهنا خطأ إذا الآن لمصلحة الشعب، ضربة حرة مباشرة، ميشيل لايرنت الفرنسي رايح، يعني لو شوي دخل المنطقة لحصل على ركلة جزاء، لكن هنا في خطأ لمصلحة الشعب، ضربة حرة مباشرة، الشعب يتقدم بهدف مقابل لا شيء على الجزيرة، الشعب له الآن محاولة قد تبدو خطيرة أيضا، ومحاولة من كرة ثابتة للجزيرة، تواجد فهد رشود اللي بدأ مع دبل حصن، فهد رشود ويعرفه تماما حقيقة المدرب البرازيلي سيرجيو مدرب الشعب يعرفه تماما لأنه سبق وأن دربه عندما كان مع دبل حصن. في ضربة حرة مباشرة الآن خطيرة والله، يعني باينة الكرة واضحة، يعني ممكن تكون فيها خطورة للشعب، شايفين الآن موجود رودريجو سيلفا وموجود فهد رشود، ومن خلفهما مباشرة يتواجد كاريكا، رودريجو كاريكا برازيليين واحد إماراتي، وراح نشوف الآن رودريجو سيلفا، سيلفا واضح أيضا موجود وجاهز تماما بيلعب سيلفا، خطرة، الله الله الله، البرازيل سيلفا، انزالين مرة واحدة في
هذه المباراة يا سيلفا. لا 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 مو معقولة أبدا. سيلفا اليوم متعلق، هدفين لرودريغو سيلفا. رودريغو سيلفا من كرة ثابتة جميلة جدا، رائعة للغاية، مميزة فعلا كرة رودريغو سيلفا. يا سلام عليها، يا سلام عليها على كرة رودريغو سيلفا. شوف الكرة في المرمى، سيلفا اللي حطها بهذه الصورة الجميلة ليذهب مع الكوماندوز إلى التقدم وإلى التحليق وإلى التغريد. نعم، في شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين. يا سلام يا سيلفا، وين وديت يا سيلفا؟ في الزاوية اليمنى تماما، ليتقدم الشعب بهدفين نظيفين في أداء شعباوي جميل جدا حتى الآن وراقي في شوط المباراة الأول. التقدم الشعباوي، تقدم فرقة الكوماندوز على الفورميلا الجزراوي على العنكبوت بهدفين مقابل لا شيء، والكوماندوز هو من ينسج خيوطه على التقدم حتى الآن في شوط المباراة الأول بهدفين جميلين وبإمضاء رودريغو سيلفا. الهدف الثاني جميل جدا، هدف في غاية الروعة من سيلفا، هدف في غاية الروعة من سيلفا. سيلفا يتألق اليوم ويسجل هدفين، الآن لديه خمسة أهداف لرودريغو سيلفا، وبالتالي الشعب يتقدم بهدفين مقابل لا شيء على الجزيرة. حقيقة نتيجة غير مرضية إطلاقا بالنسبة لكل الجزراوية ولأنصار الجزراوية ولمحبي وعاشقي الفورميلا الذين يتابعون هذه المواجهة، سواء هنا في صد خالد محمد في الشارقة في الإمارة الباسمة، أم هناك المتابعون هناك في العاصمة الحبيبة أبو ظبي. نعم، نتيجة غير مرضية للجزيرة. كرة الأمام، محاولة خطيرة، الجزيرة الآن يحاول العودة، بل عليه أولا تقليص الفارق. كرة بتلعب جميلة من حسن معتوق للأمام رودريغو كاريكا. كاريكا الآن يتقدم، كاريكا بيلعب أمامية لميشيل لايرن، لايرن والكرة إلى الأمام، تصل الكرة إلى الحارس علي خصيب، حارس مرمى الجزيرة. كرة الآن لعلي خصيب، حارس مرمى الجزيرة يسيطر على هذه الكرة. كرة نعم جميلة كانت سيلفا، الكرة الثانية في مرمى علي خصيب، وبالتالي الشعب هدفين. وهنا جمعة عبد الله له بطاقة صفراء لجمعة عبد الله. كرة بتلعب لابراهيم دياكي، جمعة عبد الله، تعود الكرة لمدافع الجزيرة جمعة عبد الله اللي بدأ مع العين مع الزعيم وراح للإمبراطور الوصلاوي، ومن الوصل ذهب إلى الجزيرة جمعة عبد الله. كرة الآن لعلي خصيب حارس مرمى الجزيرة. إذا الجزراوي الآن والجزراويون يبحثون عن الحل، عن حل العودة وكيفية العودة. أولا تقليص الفارق، التأخر بفارق هدفين. كرة تصل لحسين حربي، أوه جول! وهنا تقليص الفارق الآن، هنا تقليص الفارق الآن عن طريق علي مبخوت. علي مبخوت اللي كان مبخوت في الكرة الماضية وتابعها، وخطأ حقيقة فادح من حارس المرمى ومن الحارس حسين حربي، لكن علي مبخوت يستغل الخطأ الماضي خير استغلال ويضع الكرة في مرمى الشعب ليقلص الفارق في هذه اللحظات من هدفين دون رد إلى هدف جزراوي، هدفين مقابل هدف، ثلاث أهداف في الشوط المباراة الأول. إذن الآن عن طريق علي مبخوت، علي مبخوت يتابع الخطأ الماضي ويستغل الخطأ الماضي. وطبعا يعني كرة القدم فيها متابعة الأخطاء، الأهداف التي تأتي من أخطاء، وقد تأتي من كرات ملعوبة جميلة، وقد تأتي أيضا من نيران صديقة، هذه كرة القدم. إذن كرة للأمام، الجزيرة في وضعية أفضل بعد عود، بعد تسجيل علي مبخوت أول أهداف العنكبوت الجزراوي. كرة محاولة تبعد الكرة الماضية، تتخلص الكرة الماضية والكرة إلى خارج الملعب. إذن الآن رمية تماس، مباراة فيها أهداف، شوط المباراة الأول ثلاث أهداف حتى الآن. كرة من خميس إسماعيل بيلعبها للأمام، خميس والكرة إلى خارج الملعب. الآن ضربة مرمى لمصلحة الشعب. ضربة مرمى للشعب، علي مبخوت يسجل هدف للجزيرة في اللحظات الماضية ويقلص الفارق. هدف كان حقيقة يطلبه الجزيرة والجزراوية، نعم، من أجل العودة بعد ذلك، وبالفعل يتمكن الجزيرة من تحقيق ذلك
وتسجيل اول اهدافه وتقليص الفارق 2-1 الان للشعب على حساب الجزيره. الكره بتلعب الى الجهه اليمنى، خالد سبيل، خالد سبيل وهو عابر سبيل دائما في الجهه اليمنى، خالد بيلعبها للكوري تشين هيونغ مين. كره بتلعب الان لريكاردو اوليفيرا الذي يتراجع ويهرب من الرقابه، ويهرب من رقابه المدافعين، وكره لهيونغ عبد الله موسى يونغ. ريكاردو اوليفيرا يلعبها اماميه لعلي مبخوت للامام، جمله تكتيكيه لكن تبعد الكره بتحصين دفاعي حقيقه من مدافعي الكوماندوز. تعود الكره لعلي خصيف حارس مرمى الجزيره، علي خصيف بيلعبها للامام، علي خصيف الى اليمنى، خالد سبيل استقبال حلو وتقدم الان لخالد سبيل ومرور لخالد سبيل. تعود الكره لخميس اسماعيل، دياكي، دياكي في وسط الملعب للكوري، يونغ مين تشيم بيلعبها لعبد الله موسى في الجهه اليسرى. عبد الله موسى لديه 3 اهداف حتى الان، عبد الله موسى هدفين في مرمى دبل فجيره، هدف في مرمى العين، كره الى الامام بتسديده لكن الكره الى خارج الملعب. سيرجيو البرازيلي انه عاشق برشلونه، عاشق الكتالوني، عاشق البارسا. نعم سيرجيو البرازيلي مدرب الشعب، وهو نعم ابرز انجاز لديه هنا في الامارات عندما قدم الحصن قبل اعوام، وهو مدرب شاب ولا يزال حتى الان يعني في الاربعينات من العمر فقط، وقاد قبل مواسم دبل الحصن لتحقيق انجازه التاريخي بالصعود انذاك مع الكبار، وتالق ايضا مع دبل الفجيره، لكن الان هو سيرجيو يتمنى ان يتفوق على فريقي دبل الفجيره والاتحاد. شوف المنافسه في المؤخره وفي منطقه الخطر، نتحدث عن الشعب الثاني عشر 7 نقاط، دبل الفجيره 4 نقاط، الاتحاد الاخير ب3 نقاط. كره خطيره الان للشعب، خطره كانت الكره رايحه للهدف الثالث، ميشيل لايند كان يتابع الكره الماضيه لكن تحولت الكره الان لعلي مبخوت. نعم حيويه نشاط في شوط المباراه الاول و3 اهداف، كره من علي مبخوت، يا سلام مرور، وكره للامام تحولت الى ضربه ركنيه، نعم الى ضربه ركنيه، نعم للجزيره، ركنيه قادمه للجزيره. الشعب يتمنى انهاء شوط المباراه الاول بالتقدم على الاقل بهذه النتيجه، بهدفين مقابل هدف، وعلى الاقل بالنسبه للجزيره يتمنى العوده الى المباراه لينهي الشوط الاول متعادلا وليس متاخرا. كره محاوله تبعد الكره الماضيه، جواء حلوه، الجو حلو والاداء حلو، و3 اهداف. كره بتلعب الان ما بين الكوماندوز والفورميلا، كره محاوله لسيلفا في وسط الملعب، يتحرر سيلفا، يتحرك سيلفا يمنة ويسرى، سيلفا البرازيلي وسجل هدفين. كره لعبد الله صالح الان بيحاول يتقدم، بيلعبها لميشيل لايرنت، ميشيل لايرنت الذي كان في موقف تسلل، ميشيل لايرنت الفرنسي اللي كان متسللا، ميشيل لايرنت اهداف كثيره جدا لميشيل لايرنت مع الاتحاد دبي، والان ايضا يسجل ويتالق مع الشعب، لكن هل يسجل اليوم ميشيل لايرنت؟ كره لابراهيم دياكي، يتقدم ابراهيم دياكي، ودياكي معه يعقوب حسن، يعقوب المدافع ايضا المميز الجميل الشاب، يكسب خطا من ابراهيم دياكي، وبالتالي خطا لمصلحه الشعب، خطا لمصلحه الشعب. جزيرة في المباراة الماضية كان متقدما على دبي على الأسود بهدف مقابل لا شيء حتى اللحظات الأخيرة فقط، والهدف الجزراوي كان بإمضاء علي مبخوت، وعلي الذي سجل اليوم أيضا، علي يسجل، المهاجم المواطن يسجل، علي مبخوت مع الجزيرة للمباراة الثانية على التوالي، وفي الآن انذار لعلي مبخوت بعد الاحتكاك الماضي مع كاظم علي. نعم الجزيرة كان متقدما ومتفوقا على دبي في الجولة الماضية العاشرة في ملعبها في استاد محمد بن زايد على دبي حتى اللحظات الأخيرة، عندما تمكن دبي من العودة إلى المباراة، من العودة إلى المباراة، وانتهت بعد ذلك بالتعادل بهدف لهدف. الجزيرة يعني تعثر بفقدانه لنقطتين في مشوار المنافسة على الصدارة، وأيضا الاقتراب من ركب الصدارة هناك
نعم العين 25 نقطة، بنياز 22، والنصر 21، والأهلي 19 نقطة، والجزيرة الخامس ب 18 نقطة. مباراة قادمة مهمة للغاية ستكون ما بين بنياز والعين في هذا المساء. شايف هنا الأهداف التي توالت في هذه المباراة، هدفين برازيليين للكوماندوز، انزالين كرويين عن طريق سيلفا، هدف من كرة ملعوبة ومن مجهود رائع من حسن معتوق من الجهة اليسرى، وهدف ايضا جميل من كرة ثابتة هنا على علي مبخوت اللي بيسجل ويقلص الفارق في الاهداف ما بين الفريقين من كرة خاطئة تماما من حارس رون حسين حربي، ويستغل الخطأ الماضي ليسجل ويقلص الفارق لفريقه. كرة للامام، خطأ الان للجزيرة، خطأ للجزيرة، الدقيقة 40 شوط المباراة الأول، وماذا بعد؟ هل تنتهي الأمور في الشوط الأول بهذه الصورة بتقدم الشعب بهدفين مقابل هدف، أم تكون هناك نتيجة أيضا أخرى قادمة؟ عموما كرة بتلعب لريكاردو أوليفيرا، وأوليفيرا كرة الآن تعود أوليفيرا في وسط الملعب لهيونغ مين تشين، هيونغ مين، هيونغ بيلعبها لمين؟ بيلعبها لخالد، أو كرة مقطوعة، كرة تحولت الآن من خميس إسماعيل، مقطوعة لحسن معتوق، كرة للأمام خطرة خطيرة خطيرة الكرة الماضية، لكن عالق صيف بيسيطر على الكرة الأخيرة، بيسيطر على الكرة الأخيرة، كرة بتلعب الآن للجزيرة من جديد، محاولة تقدم لإبراهيم دياكي، دياكي بيلعبها أمامية، محاولة خطيرة الآن أيضا لعلي مبخوت، علي مبخوت بيحاول فيها، بيلعبها أمامية، كرة مقطوعة تعود الآن، تحولت للشعب، تحولت للشعب، وتقدم للشعب، كرة لحسن معتوق، حسن معتوق بيلعبها للفرنسي لايرنت، لايرنت، لايرنت ماشي، لايرنت ماشي، بيعدي لايرنت، بيحاول فيها، كرة تعود لجمعة عبد الله، خالد سبيل، هيونغ مين في وسط الملعب الآن يتقدم الكوري، هيونغ مين والحصول على خطأ، كرة لريكاردو أوليفيرا بيلعبها لعبد الله موسى في الجهة اليسرى الآن، محاولة لمصلحة الجزيرة من أجل العودة إلى المباراة في هذه اللحظات، لحظات في غاية الأهمية الآن، نتحدث عن الدقيقة 42، ثلاث دقائق فقط من الوقت الأصلي، مع تقدم الشعب حتى الآن بهدفين مقابل هدف على الجزيرة. كرة لعلي خصيب، علي خصيب، يعني سيرجيو الذي قال بأن الكوماندوز يتطلع إلى تكرار مشهد مباراة الزعيم أمام الفورميلا، بالتأكيد وبالفعل هو كذلك حتى الآن في شوط المباراة الأول، التقدم بهدفين مقابل هدف، هذه النتيجة حضرت في المباراة الماضية بالنسبة للشعب لكن عكسية كانت، يعني بمعنى العين هو من فاز على الشعب في المباراة الماضية في استاد طحنون بن محمد في القطارة بنادي العين بهدفين مقابل هدف، رودريجو كاريكا هو من سجل في مرمى العين، والكوماندوز الذي سجل حضورا رائعا حقيقة في المباراة الماضية أمام الزعيم العيناوي المتصدر، في خطأ الآن في ضربة حرة مباشرة، في محاولة الآن عن طريق ديلجادو، محاولة جزراوية، هل تأتي العودة يا الفورميلا أم تنهي الكوماندوز شوط المباراة الأول بالتقدم؟ راح نشوف كرة ملعوبة الآن من ديلجادو، خطرة تبعد الكرة الماضية، تتخلص الكرة الماضية، ويعقوب حسن بيتابعها، كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس فعلا، بوناميجو بيطالع الوقت الآن وبيطالع ساعته، والوقت مهم جدا، كرة بتلعب أمامية من جمعة عبد الله في تسلل الآن، تسلل على الجزيرة، وبالتالي التسلل كان على علي سالم العامري، علي العامري، هدف في مرمى الاتحاد حتى الآن في الأسبوع التاسع، نعم في الأسبوع التاسع عندما فاز الجزيرة على ملعب الاتحاد، كلبة بثلاث أهداف مقابل هدف، في الكرة الآن تحولت لمصلحة حسين حربي، حسين حربي بيلعبها للأمام، الحوار مستمرا ما بين الكوماندوز والفورميلا، وتقدم الكوماندوز حتى الآن بهدفين مقابل هدف، كرة من صلاح عباس لعلي مبخوت، خطأ للجزيرة، خطأ للجزيرة، بوناميجو سيدخل شوط المباراة الثاني بالتأكيد بجرعة كبيرة من التعليمات الفنية من أجل تقديم ما هو أفضل للجزيرة،
أداء ونتيجة. العودة إلى المباراة، نعم، بعد تقليص الفارق، بينما سيرجيو الذي سيحاول أيضا توجيه وتصدير تعليماته الفنية من أجل الحفاظ على هذه النتيجة في شوط المباراة الثاني. لكن دعونا نشاهد اللحظات الأخيرة في الشوط الأول. محاولة لريكاردو أوليفيرا بلعبها لإبراهيم دياكي، كرة مقطوعة ومتابعة أيضا لعلي مبخوت، يحاول فيها محاولة خطيرة. نعم، شوف مهاجم الجزيرة يحاولون طبعا في اللقطة الماضية أيضا استغلال الارتباك الحاصل لدى مدافعي الشعب. شوف التقدم في مساحات ضيقة تماما وفي ظل وجود أيضا مدافعين كثر من الشعب، لكن يعني أيضا شوف الارتباك كان موجود وحاصل. لا شوف راحت الكرة بعد ذلك وتحولت إلى الحارس حسين حربي، حارس مرمى الشعب. وعموما نلعب الآن في الوقت الإضافي شوط المباراة الأول. الشعب الذي يذهب لإنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدفين مقابل هدف، كرة تعاد بروح رياضية عالية إلى حارس مرمى الشعب حسين علي حربي. حسين حربي حارس مرمى الشعب، حسين الحارس الذي بدأ مع دبي مع الأسود. كرة إلى الأمام تلعب أمامية للايرنت بيلعبها إلى الجهة اليمنى، محاولة الآن قادمة من سيلفا وتقدم، محاولة للسيلفا البرازيلي بيلعبها للايرنت بيحاول بيلعبها للسيلفا. سيلفا في اللحظات الأخيرة محاولة خطيرة للشعب. حسن معتوق بيحاول يعدي لكن مقطوع الكرة الماضية من خالد سبيل. وإلى رمية تماس للجزيرة. نعم، النتيجة غير مرضية، هكذا يقول جمهور وأنصار وعشاق الفورميلا الجزراوية أبو ناميغو. بعد أن تعادل الجزيرة مع دبي في المباراة الماضية وفي معقل الفورميلا، هنا مطالبة كبيرة حقيقة جزراوية لأبو ناميغو بالعودة في هذه المباراة وتقديم ما هو أفضل في شوط المباراة الثاني. بينما الشعب المتقدم حتى الآن بهدفين مقابل هدف يتمنى أن يستمر على هذا المنوال كل الشعباوية في شوط المباراة الثاني. لننتظر مع حضراتكم شوط المباراة الثاني واستئناف الحوار من جديد ما بين الكوماندوز والفورميلا. كرة بتلعب الآن ليونغ مين تشين بيلعبها الآن أمامية، محاولة من عبد الله موسى، كرة وينتهي شوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام.